السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى، عامل ايه؟ طيب الحمد لله، من فضل الله. الحمد لله. بقول لك يا شيخ مصطفى، دلوقتي انا مثلا لو في مجلس وذكرت حد بس اللي قدامي ما يعرفوش اصلا، ولا يعرف اسمه ولا اي حاجة، وما ذكرتش اسم اي حد، بغض النظر عن اللي ذكرته صح فيه ولا غلط، هل دي يعني ماذا قلت مثلا؟ يعني انا مثلا ذكرت حاجة فيه مثلا، يعني سميته بالاسم؟ لا، هو اللي قدامي اصلا ما يعرفوش. انت سميت بال لما هو قلام. يا اخي افهم، انت سميته بالاسم ام لم تسميه؟ لا، قلت شخص عمل كذا كذا مثلا، يعني بدون ما سمي. لا، ما سميتش ولا قلت احمد ولا محمد. لا اشكال، ما فيش اشكال ان شاء الله. قلت في واحد حرامي جاء سرقني ونصب علي و ما في كده مشكله.